الاسم الذي لصق بك وانت في السادسة من العمر؟ كنت يعني من العدائين المتميزين. اي الفاس لم تكن مجرد مجلة أدبية، ولكنها حقيقة كانت الواجهة الفكرية لحركة اليسار الجديد. الأدب بشكل عام يطرح جوهر القضايا التي يعاني منها مجتمعنا. الطبخ هو كان مدخل بالنسبة لي إلى تحرري من نزعة الرجولية. البلدان العربية أصبحت سجون. التطور الذي حصل في العلاقة ما بين البلدان أو الأقطار العربية.